الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نتابع معا سلسلة دروس العقيدة من خلال المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد، وقد وصلنا إلى البيت 43 عند قول الناظم رحمه الله: ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات، ويستحيل ضد هذه الصفات، أي السابقة المتقدمة التي كنا نتحدث عنها طوال هذه الفترة، في حقه أي في حق الله جل وعلا كالكون في الجهات. ك تفيد التمثيل، يعني من هذه المستحيلات كونه في جهة من الجهات. ما سبق من البيت الأول حتى هذا البيت كله يتحدث عن الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نستذكر ما قد سبق حتى نكون منه على بينة، ونحفظه ونحفظه أولادنا وبناتنا حتى يترسخ في أذهاننا وينطلق ويقترب مع الأيام وجوده في قلوبنا وأذواقنا ومشاهدنا. يعني الصفات الواجبة لله عز وجل التي مرت معنا: صفة الوجود وهي الصفة النفسية، صفة القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية، وصفة العلم، وكذا صفة القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، وكذا استمرارية هذه الصفات، أي أن الله سبحانه وتعالى عليم ولا يزال عالما، وأن له تبارك وتعالى صفة القدرة ولا يزال قادرا، وأن له صفة السمع ولا يزال سميعا ولا يزال بصيرا ولا يزال متكلما ولا يزال حيا. هذه الواجبات التي بينا حقائقها في الدروس السابقة، فينبغي ألا ننساها، ينبغي ألا ننسى هذه الصفات، وأن نبقى معها وتبقى معنا بالمذاكرة والذكر. انتقل المؤلف حاليا في هذا البيت 43 إلى القسم الثاني من العقائد. نحن قلنا إن العقيدة تقوم على 3 أحكام أو 3 جوانب: الواجبات والمستحيلات والجائزات. ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى؟ بينا ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات التي ذكرها العلماء طبعا، وليست هي محصورة، لكن هذه رموزها وأسسها وقواعدها التي ينبغي الاعتقاد بها. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو المستحيلات، عكس هذه الصفات. وهذا يعني شيء واضح جدا جدا، لا يحتاج منا إلى شرح كثير، إذ بينا فيما مضى
الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. ما هو الواجب للتذكار؟ ما لا يتصور العقل عدمه. الواجب لا يتصور عقلي أنه غير موجود، ولذا فإن ضد هذه الصفات مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يتصور العقل وجودها، وجود هذه الصفات المستحيلة، ليست هي صفات إنما هي عكسها أضدادها. الواجبات عرفناها، ضدها مستحيل. وعلى سبيل التمثيل والتفصيل والإيضاح نقول يجب لله تعالى على سبيل المثال الوجود، ويستحيل عليه العدم، هذه ضد هذه. وقد بينا ذلك أثناء الشرح، ولكن هذا تلخيص. ويجب له تبارك وتعالى له القدم، ويستحيل جل وعلا عليه الحدوث. يجب له البقاء، ويستحيل عليه الفناء. ويجب له مخالفة الحوادث، ويستحيل عليه مشابهتها. فلا يوصف جل وعلا بأنه فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف. لماذا لا يجوز وصفه بهذه الحيثيات وبهذه الظروف؟ لماذا؟ لأنه جل وعلا منزه عن مشابهة الحوادث، وهذه صفات من؟ صفات الحوادث، وهي حتى للحوادث أمور نسبية، وليست لها كليات أساسية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام واقعي. السقف مثلا فوق لمن تحته، السقف فوق لمن نحن الذين تحت هذا السقف، وتحت لمن هو فوقه لو كان هناك طوابق مثلا. والجالس بينك وبين آخر إن كان على يمينك فهو على شماله، وإن كان على شمالك فهو على يمينه. يعني لو كان أن هناك يعني مجموعة من الناس جالسين على صف، فيميني شمال بالنسبة له، وهكذا بالنسبة للآخرين. والله تعالى قبل الزمان والمكان كان. الله عز وجل هل كان سبحانه وتعالى مع الحوادث أو قبل الحوادث؟ كان الله ولا شيء معه كما جاء في الحديث الصحيح. فالله عز وجل كان ولا شيء معه، وهو هذا ليس باللفظ الحديث، وهو على ما هو عليه، على ما كان عليه الآن، أي أن هذه الحوادث خلقها الله بخلقه، فاستمراريتها وبقاؤها ووجودها إنما به، وليس لها وجود مستقل عن ذات الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن الضاد تلك الصفات كلها لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالجهل، ولا يوصف بالعجز، ولا يوصف بالصمم، ولا يوصف. هذه المستحيلات التي ذكرناها في أثناء شرحنا للواجبات كلها مستحيلة على الله، أي لا يتخيل عقلي وجود هذه الصفات منسوبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى. ومثل رحمه الله بأخطر ما يعني يتداوله اليوم والعياذ بالله دعاة الفتنة والمشاغبون على الأمة، ويعلم الله من وراء هؤلاء الذين دائما يجعلون الشباب والشابات والأمة في صراعات فارغة لا معنى لها إلا إشغال الوقت. نحن على يقين من عقيدتنا واعتقادنا كالشمس في ضحاها، ولكن يشغلوننا. لا بد أن نبين لشبابنا الناشئين حقائق التوحيد،
فهم يشغلوننا بهذه المناورات وبهذه المحاورات الفارغة. طبعا نحن لا نمل من بيان عقيدتنا لأنها عقيدتنا، وهؤلاء أتباع أنفسهم وأتباع أهوائهم وليس لهم من دليل، ولكن نبين لمن نخشى عليه من المسلمين. خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من هذا البيت أن ضد الصفات الواجبات لله عز وجل التي مرت معنا خلال الدروس السابقة كلها مستحيلة في حق الله عز وجل، ومنه الكون في جهات. فنحن لا نعتقد أن الله في جهة، وبينا هذا. الله تبارك وتعالى صحيح أنه قال يخافون ربهم من فوقهم، لكن هل هذا يعني أن الله تبارك وتعالى له جهة الفوق الحسية؟ صحيح أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء كما ورد، ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيستجيب الدعاء سبحانه وتعالى. فلا نشغل أنفسنا بمعاني حسية بحق الله أبدا. فالمكانة، مكانة العلو، مكانة المقام، مكانة القدر. وأما المكان الحسي فليس ينسب إلى الله عز وجل أبدا. كذلك النزول ليس نزولا حسيا بالمعنى الانتقال من مكان إلى آخر، فهذا مستحيل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما نزول رحمة، نزول عفو، نزول كرم، فتح الأبواب الدعاء. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة عليهم رحمات الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالمستحيلات. أما فيما يتعلق في القسم الأخير نأتي عليه بهذا البيت، وهو والجائز في حق الله عز وجل ما هو؟ عرفنا الواجب وعرفنا المستحيل، فما هو الجائز؟ قال الناظم رحمه الله: وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. جائز في حق الله سبحانه وتعالى ما أمكن. ما هو الجائز؟ نحن عرفنا الواجب أنه لا يتصور في العقل عدمه، وعرفنا المستحيل بأنه لا يتصور في العقل وجوده، وعرفنا الجائز بأنه ما يمكن وجوده وإعدامه معا، يعني بحق الله يجوز أن يكون هذا جائز. إيش معنى جائز؟ يعني يمكن عقلا وجوده وعدمه، يتصور العقل أن يكون موجودا ويتصور العقل أن يكون معدوما. فكل ما جاز عقلا فإنه يجوز على الله تعالى إيجاده وإعدامه، يجوز عقلا. لماذا قلنا عقلا؟ لأننا نحن لا نتكلم على لسان الشريعة، هناك الجائزات في الشرع غير الجائز. الجائز في لغة الشرع يعني المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لنا كالأكل والشرب والنوم، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم عنه بحكم العقل الذي تحدثنا عنه فيما سبق من الدروس. فالله سبحانه وتعالى يجوز عليه الممكن. ما هو الممكن؟ الممكن هو ما يجوز وجوده وما يجوز عدمه. مثال من ومثال ماذا؟ مثلا يجوز أن يكون فلان من الناس غني، ويجوز أن يكون فقير. فالله سبحانه وتعالى خلقه على هيئة الغنى، ولو شاء لجعله فقيرا، والعكس أيضا صحيح. ويجوز لفلان أن يكون عالما من العلماء، ويجوز أن يكون جاهلا ليس يعلم شيئا، ويجوز أن يكون في صورة كذا، ويجوز أن يكون في صورة كذا، ويجوز أن يكون في هيئة كذا. هذا كله تكلمنا عليه في صفة الإرادة. الجائزات الممكنات المتقابلات ستة، فهذه الجائزات كلها تجوز على، يجوز لله سبحانه وتعالى أن يخلق فيها الممكن.
يجوز الله تبارك، يجوز لله. انظروا ماذا نقول، لا للعبد، العبد هو مخلوق، لكن كيف يكيفه الله، كيف يخلقه الله؟ يخلقه الله على هذه الهيئات. فهذا الجائز من الجائزات، يكيفه الله، يخلقه الله على الوجه الذي يريد سبحانه وتعالى. يجوز عقلا مثلا للإنسان أن يمشي على الماء بلا واسطة، يجوز هذا، ممكن عقلا، وإن لم تجري به العادة، يعني صحيح أن العادة لم تجري به، لكنه يجوز أن يكون، وقد حصل لبعض الناس. يجوز على الله تعالى أن يكرم أحد عباده بذلك، وهو ما يسمى بالكرامة، وأن يطير إنسان في الهواء بلا واسطة، جائز عقلا. إيه معنى جائز عقلا؟ يعني العقل لا يحيله، وإن لم تجري به العادة. ويجوز على الله تعالى أن يكرم عبدا من عباده بذلك، أرأيتم أيها الإخوة؟ لكن هل هذا هو القاعدة؟ هذا استثناء. الله سبحانه وتعالى رحمة منه بخلقه جعل للكون سننا ثابتة لكي تنتظم حياتهم، فشروق الشمس وغروبها هو الغالب، ولكن يجوز لله تبارك وتعالى أن يخرق، أن يخرق هذه، يخرق هذه العادة، يخرقها ويخرجها عن نواميسها بإرادته جل وعلا. قوانين الحياة في الزراعة معلومة، لا بد من أرض ولا بد من سقاية، ولكن يجوز لله سبحانه وتعالى أن يكرم عبدا من عباده بأن ينبت النبات بدون ماء. وهكذا جعل الله تعالى لكل شيء من الأشياء خواص في الكائنات الحية والكائنات الجامدة، وهذه الخواص ثابتة بقدرة الله تعالى وإرادته، ولكن هل هي ثابتة بمعنى أنه لا يجوز عقلا إخراقها وخرقها؟ لا يجوز، لا يجوز. وكم خرق الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه أو ولي من أوليائه أو حتى لشقي من أشقيائه بعض هذه النواميس. فلذلك هذه النواميس هي بالأغلب سائرة بمسيرة الله، بإذن الله، بتسيير الله سبحانه وتعالى. الشمس والقمر دائبين، وقوانين الزراعة دائبة، وهكذا جميع السنن ثابتة كما قال الله عز وجل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن هذه السنن، هذه السنن الكونية، هل هي تعمل بذاتها بنفسها بدون إرادة الله؟ لا، فهي تعمل بإرادة الله، ولله أن يخرقها كما شاء بما شاء على الوقت، في الوقت الذي يشاء. والقصص معلومة كثيرة جدا، أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأوحدهم، كم خرقت له من المعجزات، شق له القمر صلى الله عليه وسلم، وأجري الماء من أصابعه الشريفتين، وهكذا في جميع معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخلاصة التي ينبغي أن نصل إليها من هذا الدرس، الآن أصبحنا قد أنهينا في هذه الأبيات السابقة ما يجب في حق الله تعالى من الصفات الواجبة، من القدم والبقاء والسمع والبصر والكلام وما إلى ذلك من هذه الواجبات، وما يستحيل في حق الله عز وجل وهي ضد هذه الصفات، وما يجوز على الله سبحانه وتعالى وهو ما عدا ذلك من الممكنات المتقابلات التي أجرى الله سبحانه وتعالى مخلوقاته على سننها وعلى قواعدها وعلى قوانينها. هذه السنن إنما تعمل بإذن الله، وتعمل بإرادة الله، وتعمل بعلم الله، وعندما يشاء الله لنا له أن يشاء الله أن يخرق لعبد من عباده قانونا من قوانينه، وهو قادر سبحانه وتعالى، ما الذي يحول بينه وبين هذا الخرق؟ كما صنع لكثير من أنبيائه وأوليائه عليهم السلام.
هذه هي الخلاصة التي نخلص إليها من درسنا هذا، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.